تستخدم تقنية الأشعة السينية أشعة عالية الطاقة تستطيع المرور عبر أنسجة محددة في الجسم لتكوين صورة حيوية للتشخيص والعلاج. تتكون آلة التصوير بالأشعة السينية من أنبوب أشعة سينية يحتوي على زوج من الأقطاب الكهربية أو الموصلات التي تسمى الكاثود والأنود. الكاثود هو فتيلة تطلق الطاقة مع إدخال تيار كهربائي، وهي تشبه كثيراً تلك التي تنبعث من المصباح الكهربائي. تنبعث طاقة الكاثود على هيئة إلكترونات. يعتبر الأنود الواقع في الطرف المقابل لأنبوب الأشعة السينية قرصاً مصنوعاً من التنغستون، وهو مادة تجذب الإلكترونات. حينما تلامس الإلكترونات المنطلقة مادة تنغستون، فإنها تحرر الطاقة على هيئة فوتونات. هذه الفوتونات عالية الطاقة توجه عبر أسطوانة من الرصاص وسلسلة من المرشحات لتوليد شعاع الأشعة السينية. شعاع الأشعة السينية هو شعاع عالي الطاقة لا يمكن امتصاصه إلا بأنسجة الجسم الكثيفة مثل العظام. أثناء التصوير بالأشعة السينية يوضع فيلم التصوير الإشعاعي خلف المريض، ويتم وضع المريض بين فيلم التصوير وآلة التصوير بالأشعة السينية. ثم تركز آلة التصوير بالأشعة السينية شعاع الطاقة على المنطقة المحددة من جسم المريض، وبينما تمر طاقة الأشعة السينية عبر جسم المريض تصل فوتونات الشعاع إلى فيلم التصوير وتسبب تفاعلاً كيميائياً. تصبح مناطق الجسم التي تمر عبرها طاقة الأشعة السينية سوداء، بينما تبدو المناطق التي تمتص فيها العظام الطاقة بيضاء. هذه العملية ينتج عنها تصوير إشعاعياً، والذي يعرف عموماً بالتصوير بالأشعة السينية.